عندنا النهارده القرص الطريه بالقرفه، سهله ولذيذه جدا، وان شاء الله تطلع معاكم نتيجتها زي الفل. نقول المقادير: عندنا 5 كوبايات دقيق منخول، دقيق متعدد الاستخدام، 4 من المعالق الكبار من الزيت، 4 معالق كبار من الزيت او ربع كوبايه زيت، 4 معالق كبار من الزبده، عندنا كمان 2 معالق كبار قشطه، 1.5 كوباية من اللبن الرايب، 1 معلقة كبيرة من الخميرة، 1 معلقة كبيرة من السكر، وربع معلقة صغيرة من الملح. الحشوة بتاعتنا هتبقى عبارة عن 1 معلقة كبيرة قرفة وعليها 5 معالق كبار من السكر، وللوش هنحتاج 1/4 كوباية سكر وربع كوباية سمسم محمص. تمام؟ وتعالوا بينا بقى نشتغل. القرص من الحاجات اللذيذة جدا، حلوة قوي في الفطار. طريقتها سهلة ومش بتغلب خالص حتى في عجنها، عجنها سهل جدا وسلس جدا. الدقيق بتاعنا زي ما اتفقنا دقيق متعدد الاستخدام، تمام، واللبن اللي معانا لبن رايب، لو مفيش لبن رايب هيبقى زبادي. يلا الدقيق بتاعنا اهو، هنحط عليه الاول المكونات الجافة اللي عندنا، خميرة، وتأكدي من نوعية الخميرة، ولو مفيش خميرة بودر ممكن نحط خميرة بتاعة الأفران اللي هي الخميرة البيرة، تحطي منها حتة قد الليمونة المتوسطة الحجم، تمام؟ عشان في ناس بتسألني كتير على الموضوع ده. حطينا هنا السكر والخميرة، نحط كمان حوالي 1/4 معلقة صغيرة من الملح ونقلبهم كويس جدا. حاجة مهمة في القرص الطرية، في ناس تقولي القرص ما طلعتش معايا طرية، ما طلعتش معاكي طريه، يا اما انت توصيتي شويه بالماده الدهنيه. هنا عندنا اهو الزبده 4 معالق و4 معالق زيت، ما تكتريش، لو كترتي نقول بقى عشان بقى الطعم والكلام ده كله هتفاجئي ان هي نشفت معاكي. تمام، وادي القشطه، ونبتدي نعجن الحاجات دي كلها مع بعض. طب ايه تاني ممكن يخلي القرص الطريه تطلع ناشفه؟ لو الخميره بتاعتك مش كويسه، لو الخميره مش فعاله يبقى العجينة مش هتخمر، يبقى هتطلع مبلطة زي ما بنقول، مش هتقب ومش هتبقى نفشة، فبالتالي هتبقى ناشفة معانا. ايه تاني برضو؟ عندنا الفرن والخبيز، لو انت ما خبستيش في فرن حامي هتطلع معاكي برضو ناشفة جدا، لان درجة الحرارة الهادية بتمتص الرطوبة اللي موجودة في القرص وتطلع معاكي في الاخر برضو ناشفة. تمام، التخمير بقى مهم جدا، تخمري قبل وبعد، قبل التشكيل وبعد التشكيل لازم تخمري علشان العجينة بتاعتك تبقى هشة وتدخل الفرن كده، ما تاخدش وقت في التسوية وتطلع معاكي بجد في منتهى الجمال. يعني الى حد ما قلنا حاجه مهمه كمان برضو علشان تطلع معاكي طريه، يا تعجني بلبن رايب يا تعجني بزبادي. تمام، انا كده خلطت الزبده والزيت والقشطه مع الدقيق اللي كان فيه 1 معلقة كبيرة من الخميره و1 معلقة كبيرة من السكر و1/4 معلقة صغيرة من الملح. طيب نبتدي بقى نعجن. بصوا هنحط اللبن الرايب معايا في ايديا وهقعد احط لغايه ما احس ان العجينه خلاص لمت معايا. على فكره القرص من الحاجات اللي ما بتحتاجش عجن كتير زي المعجنات مثلا، زي الفينو، زي الحاجات اللي هي المخبوزات التانيه، هنا ما بنحتاجش عجين كتير، مجرد ان العجينه تلم معايا وهنكفي على كده، مجرد ان هي تلم وخلاص هتبقى معانا زي الفل. تمام، المقدار طالع مظبوط الحمد لله. لو حسيتي انك انت محتاجه سوائل تاني حطي حتى حبه ميه، مفيش مشكله خالص، بس هي مش محتاجه، تطلع معانا جميله جدا ومظبوطه جدا جدا. بس ساعات الدقيق نفسه بيختلف من دقيق لدقيق، بنحتاج سايل او بنحتاج دقيق. لو احتاجت منك سايل هتحطي حبه صغيرين، لو احتاجت منك لو لقيتيها ملزقه يعني هتحطي حبه دقيق صغيرين، مش هيجرى اي حاجه. هنعجن بقى العجينه بتاعتنا وترجعوا لنا تاني عشان نشكلها ونشوف هنعملها ازاي. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم.
رجعنا لكم تاني. طبعا عجلنا القرص بتاعتنا زي ما قلنا ما بتتعجنش كتير. وادي المكرونه بتاعتنا نغرفها بقى، شايفين شكلها والصوص عليها لونها حلو قوي. تقدري كمان لو حابه اللون يبقى اقوى من كده انك تزودي كمان معلقه صلصه. عايزه اقول لكم بجد ريحتها حلوه جدا، الريحان عامل شغل عالي جدا. يلا وبالف هنا يا رب نزينها بقى باوراق من الريحان. حلو جدا، يكفي هذا القدر. تمام، ويلا بينا نشكل القرص بتاعتنا. عجناها هنغطيها ونسيبها. بصوا العجينه ما زودتش عليها ولا نقطه ميه ولا رشه دقيق، العجينه طريه وحلوه جدا ومش محتاجه اي حاجه تاني. بنسيبها طبعا في مكان دافي بعد ما نغطيها كويس ببلاستيك وبعدين بفوطه نظيفه ونخليها تخمر. تمام، بعد ما بتخمر هنبتدي نعملها كور الحجم طبعا اللي انت عايزاه. عايزه تعمليها كبيره، عايزه تعمليها صغيره، زي ما تحبي. انا هدخل دي بس الفرن تستوي واحنا واقفين على بال ما نشكل كده على درجه حراره 200، الرف الاقرب للارضيه. ولو فرننا بيشتغل فوق وتحت هنشغل فوق وتحت مع بعض، ما بيشتغلش فوق وتحت يبقى هنشغل تحت، ولما تاخد لون من تحت نطفي تحت ونشغل فوق. طيب هنبتدي ناخد كل قرصه. احنا عندنا هنا حاجتين، الحشوه والوش. الحشوة هتبقى عبارة عن معلقة قرفة وعليها 4 معالق من السكر. تمام، ونقلبهم مع بعض. تقدري تغيري الحشوة طبعا زي ما انت عايزة، لو ما بتحبش القرفة ممكن تخليها سكر بس ومعها زبيب. وده الغطاء او الوش هنحطه على الوش، سكر مع سمسم محمص. وتعالوا بينا بقى نشكل ونشوف هنشتغل ازاي. هناخد كل قرصة او كل كورة احنا كورناها ونبتدي نفردها بالشكل ده. تمام، العجينة لينة جدا معانا اهي، وناخد شوية من الحشوة ونقفلها. ممكن كمان نحط زبيب في الحشوة لو انتوا حابين كده، ونقفلها. تمام بالشكل ده، ونبتدي نضغط عليها تاني اللي هو نفردها، وناخدها نحطها في خليط السكر مع السمسم اهو. ويلا على صاج مدهون زبده، مدهون زيت او مفروش ورق زبده. ونعمل واحده كمان. ومعانا مين؟ معانا منى. ازيك يا منى؟ ازيك يا شيف فاطمه؟ الله يخليكي، الحمد لله تمام. انا بحبك جدا جدا حبيبتي جداً. ربنا يخليكي ليا يا رب. ويخليكي يا حبيبه قلبي حبيبتي، تسلمي لي ويديك الصحة يا رب، ما نتحرق منك ولا من اكلاتك يا روحي. ربنا يخليكي ويبارك لي فيك يا رب. تسلمي على كلامك الحلو ده. على ايه يا روحي؟ على ايه ده؟ اقل حاجة. ربنا يعزك يا قلبي يا رب. ربنا يخليكي حبيبة قلبي، ربنا يخليكي. تسلمي لي. ليكي أي سؤال؟ عايزة سلامتك حبيبتي. تسلمي وتعيشي يا روحي بجد والله، ما تحرمش منكم أبدا. ربنا يخليكي يا قلبي. بصوا بنحطها في السكر مع السمسم، وده اللي هيديها لون حلو وهيديها كمان طعم حلو جدا. نعمل كمان. انا عايزاكي بقى بعد ما تتفرجي على الحلقه قومي كده جربيها. تمام، ان شاء الله تعجب الولاد جدا جدا، حلوه في الفطار في العشاء جنب الشاي، لذيذه جدا. يبقى احنا بنفردها تمام بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، بصوا حوالي نص سنتي. تمام، ده السمك المطلوب. وبعد كده بنحط عليها شويه من القرفه والسكر. ومعانا ندى. ازيك يا ندى؟ ونقفل عليها كويس. ممكن نحط زبيب زي ما قلنا. ازيك يا ندى؟ ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله دايما يا رب. حبيبه قلبي تسلمي لي والله. انا عايز طريقه الجاتوه. الجاتوه؟ حاضر حاضر يا روحي. احنا امبارح كنا عاملين نوع يعتبر من الجاتوه، كان سهل جدا وجميل جدا جدا. ان شاء الله نحاول ننزله يا جماعه لو ينفع. طيب انا هعمل اخر واحده. تمام، خدتوا بالكم تشكيلها سهل، عجينتها سهله جدا، ما بتحتاجش منك عجن. هو الوقت اللي هتاخده منك بس هو وقت التخمير، وما ننساش ان احنا قلنا ان احنا نخمر بعد العجن وبعد التشكيل. ومعانا لينا. ازيك يا لينا؟
ازيكم؟ الحمد لله. ازيكم انتم؟ عاملين ايه؟ طيب الحمد لله. انا بحبك قوي يا شيف فاطمة. يا روحي وانا بحبك قوي. انت عندك كام سنة يا لينا؟ انا عندي 7 سنين. ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. اكلك كله بيعجبني والتيتا بتعمله بيبقى طعم حلو قوي. يا حبيبتي ربنا يبارك لك في تيتا يا قلبي يا رب، ويبارك لك في حبايبك كلهم، ويبارك لي فيكي. وعايزه طريق الكريب. حاضر، دي تاني مره يطلب معانا النهارده. حاضر يا لينا، عينيا الاتنين ليكي يا قلبي. نورتين يا روح، نورتين. ايه الحلقه الحلوه دي؟ لا بجد والله بعشقهم جدا، ربنا يا رب يبارك لنا فيهم يا رب، وينبتهم نباتا حسنا، اللهم امين يا رب. طيب انا قلت اخر واحده وعملت واحده تاني، نعمل دي بقى وخلاص. سهله ولذيذه كده وبتشتغل على طول. طب يبقى بنفردها ونحط خليط القرفه والسكر، حط شويه زبيب، وزي ما قلنا لو مش حابه القرفه مفيش مشكله خالص، تقدري تستغني عنها، تقدري تحطي اي حشوه انت بتحبيها، تقدري تحطي عجوه على فكره، تقدري تحشيها كمان حاجه حادقه، مفيش اي مشكله خالص، العجينه دي معاكي زي الفل وهتديكي نتيجه تحفه جدا. وبعدين بننزلها في خليط السمسم مع السكر بالشكل ده. خلاص ضروري بقى نسيبها بعد ما شكلناها بالشكل ده ان هي تخمر علشان ناخد نتيجه افضل. نروق مكاننا بقى علشان نقدم القرص بتاعتنا. حط فين هنا كويس، واللي في الفرن شغاله شغاله، نفخت وعليت وبقت زي الفل، ومعانا حبه احنا كنا مسوينهم كمان قبل الهوا. بصوا بقى، تعالوا بصوا معايا القرص عامله ازاي، طريه جدا. تمام، نخلي بالنا بقى في التسويه، اول ما تاخد لون ذهبي من تحت نطفي عليها من تحت ونشغل لها الشوايه، اما لو فرنك شغال فوق وتحت مع بعض شغليهم مع بعض، مش هتاخد في الفرن معاكي يعني 10 دقايق، ده هيبقى كتير بالنسبه لها. بصوا باينه معانا اهي زي الفل، فوق وتحت، جميل جدا. نفتح واحده بقى ونشوفها. هوبا، ومعانا شاي بنعناع، اتفضلوا بقى، وقرص وشاي بنعناع وهنا. تمام، بصوا نفتح دي كده مع بعض، قد ايه هي طريه العجينه. بصوا بصوا، تمام، نفتحها بقى كده ونشوف الحشوه من جوه. واو تحفه، بصوا العجينه كمان مفرغه ازاي، زي الفل، اظن باينه جدا ان هي طريه. يلا بقى جربوا وقولوا لي رايكم ايه.